سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي نوها فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا كوكيز اللي كيجي رائع لذيذ بزاف وحتى الشكل كيكون زوين. مهم قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونمشيو ونشوفوا المقادير. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض اللي مغرب لينا من قبل، جوج كيسان ديال سنيدة، وعندنا الملحة، وجوج بيضات كبار اللي بدرجة حرارة المطبخ، 227 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، كاس ديال العنبة ديال لي بيبيت دو شوكولا، وعندنا خمارة ديال الحلوة ديال 8 غرام، جوج ديال لي ساشي ديال الفاني أو لجوج معلق كبار ديال الفاني، وعندنا معلقة كبيرة ديال الكاكاو الحلو. وفي الإناء غادي نوضع الزبدة اللي بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نبداو نخدموها بالخلاط اليدوي أو لا بسباتو، تقدو تخدموها حتى بيديكم. المهم خاصنا نخدموها مزيان حتى تولي لنا معجنة، ما تبقاش قاصحة، وحتى كتولي لنا على هذا الشكل معجنه مزيان ومرخيه. هادشي علاش من الاحسن ملي نبغيو نخدموا لي كوكيز نكونوا مخرجين الزبده من قبل من الثلاجه، ما نخليوهاش في الثلاجه باش تاخذ لنا حراره المطبخ وتجينا سهله في الخدمه ما تكونش قاصحه. ومن بعد ما ولات لينا الزبده على هذا الشكل مرخيه، غادي نضيفوا دابا السكر الخشن اولا سنيده. عندنا هنا جوج ديال الكيسان ما يعادل 300 غرام، وغادي نخدموهم حتى هما مزيان بسباتو اولا تقدروا تخدموهم غير بيديكم، المهم الحاجه اللي غتجيكم سهله، غير خاصهم يتجانسوا لينا مزيان. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنشوفوا هذيك سنيده تجانسات مزيان مع الزبده. وكيف كتشوفوا مني كيتجانسوا لينا هاد المكونين سنيده والزبده كيولي عندنا واحد الخليط بحال اون بوماد كيف ما كتشوفوا هكا. ودابا غادي نضيفوا لهم الباقي ديال المكونات، وغادي نضيف البيض في الاول، غادي نضيف وحده بوحده. بالنسبه للبيض خاصو يكون درجه حراره المطبخ حتى هو، ومن الاحسن تستعملوا بيض اللي كبير. غادي نضيف هنا وحده وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى غادي يتجانس لنا هاد المكونات عاوتاني، عاد غادي نضيف البيضه الثانيه. وهنا كتكون البيضه الاولى جانست لنا مع الخليط، ودابا غادي نضيفوا البيضه الثانيه حتى هي، وغادي نخلطوا كلشي مزيان. وبالنسبه للكوكيز تقدروا تخدموا هكا بالملعقه الخشبيه اولا بيديكم، حتى بالعجانه ممكن اولا بالخلاط الكهربائي. وبالنسبه للنواشف غادي نضيفوهم كاملين في مره. هنا عندنا 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض اللي مغرب لينا من قبل ما يعادل 375 غرام، وغادي نضيفو كيس ديال الخميره ديال الحلوه 8 غرام، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو الحلو، الملحه حتى هي غادي نضيفو شويه، وغادي نعاودو نخلطو كل شيء مزيان عاوتاني. ومنين نضيفو النواشف من الاحسن ما نخدموش العجينه بزاف، غير بين ما يتخلطوا لنا هاد المكونات كاملين ونحبسو باش تبقى لنا العجينه الزوينه ويجي الكوكيز زوين. ودابا غادي نضيفو لي بيبيت دو شوكولا، ماشي ضروري تستعملوا هاد الشكل، تقدروا تاخذوا غير شوكولات عادي وتقطعوه طريفات صغار اولا تخلطوا بين شوكولا اولي وشوكولا نوار، حتى هما كيعطيو مزيج لي زوين ومذاق لي رائع. وتقدو تضيفو حتى المكسرات، حتى هما كيجيو زوينين مع الشوكولا وكيجيو زوينين في الكوكيز. ودابا مني خلطنا هاد العناصر كامله ما بقى لنا الا نخليو الكوكيز يرتاح في الثلاجه مده ديال 30 دقيقه، الا بغيتو تخليوه اكثر تقدو، المهم على الاقل تخليوه 30 دقيقه. وبالنسبه لبودره الكاكاو الحلو كتبقى اختياريه ماشي ضروريه، غير باش تعطينا داك اللون ديال الكوكيز. ودابا ملي خرجناه من الثلاجه غادي نبداو نشكلوه كويرات صغار. واحد الحاجه اللي نسيت ما قلتش لكم، ضروري ما نغطيوه بفيلم اليمونتير او بلاستيك غذائي. وإلا كنا مزروبين ما بغيناش نتسناو 30 دقيقه، تقدروا تخليوه غير 15 دقيقه او 10 دقائق في المجمد.
ودابا غادي ناخذ بمعلقه، غادي ناخذ غير نص معلقه كبيره، اولا تقدروا تستعملوا معلقه صغيره وتاخذوا العبار عليها، المهم غير باش يجينا نفس العبار. والا بغيتوا كوكيز يجيكم في داك القياس كيف ما شفتوا في البدايه ديال الفيديو، من الاحسن تستعملوا غير نص معلقه كبيره. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا هاد الكويرات، ومن الاحسن ديروهم متباعدين حيت من بعد هما غادي يسيحوا. ومني كنكونوا شكلنا هاد الكرات ديال الكوكيز، قبل ما نبداو نوضعوا هاد لي بيبيت دو شوكولا او لا شوكولات اللي قطعتو مرسوات، من الاحسن نشعلوا الفران ونخليوه يسخن. كنشعلوا الفوق والتحت، كنديروا على درجه حراره 200 وكنخليوه بما كملنا هاد لي بيبيت كيف ما كتشوفوا. كنديروا في حلقه وحده الوسط وكنحاولوا ندوروا بها 5 أو 4، المهم شحال ما بغيتوا، تقدروا ديروا اكثر او لا اقل على حساب الذوق ديالكم. بين ما كنكملوهم كيكون الفران سخن لينا مزيان وكندخلوا الكوكيز. ومني تكونوا كديروا هاد لي بيبيت، من الاحسن تخليوا الكرات ديال الكوكيز هكا مدورين كبار بلا ما تكيو عليهم بيديكم، حيت من بعد هو غادي يسيح وغادي ياخذ الفورمه ديالو. وكيف كتشوفوا البنات كيف ما قلت لكم، ان فوا كندخلوهم الفران هما كيسيحوا وكياخذوا الفورمه ديالهم. ومن الاحسن مني ديروهم في اللاطه تفرشوا البابي كويسون اولا ورق ديال الزبده غير باش ما يلصقوش ودغيا يتحيدوا. ومني تخرجوهم من الفران ما تحيدوهمش ديك الساعه من اللاطه، تسنى واحد جوج دقائق اولا ثلاثه عاد حيدوهم وحطوهم فوق من شي شبكه باش كيبردوا. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز اللي صيبنا اليوم، وهذا الشكل هو اللي استعملت فيه شوكولات عادي قطعته مرسوات صغار. بغيت نجرب شي وحدين باش نوريهم لكم وتشوفوا حتى هما كيجيو، حتى هما في المنظر ديالهم كيجيو زوين والمذاق ديالهم حتى هو كيكون زوين. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، والى عجبتكم ما تردوش تجربوها، وما تنساوش داموني بلايك كومونتير وبارطاج مع الاصدقاء الى عجبكم الفيديو ديال اليوم. وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله.